جاءت هذه الوقفة أمام الأكاديمية في إطار البرنامج المسطر من طرف التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة فوش 2022-2023. في هذا الإطار تم تصدير برنامج من بين المحطات، إذن هناك المقاطعة ثم مقاطعة استيفاء المجزوءات وكمحطة موالية تم نقل الاحتجاج من المحلي إلى الجهوي في انتظار نقله إلى المستوى الوطني في حالة ما إذا لم تستجب الوزارة المعنية لمطالب أو المطالب المشروعة للأطر الإدارية المتدربة. وفي هذا الإطار تم تسطير برنامج ووقفة احتجاجية انطلقت على الساعة 12:00 زوالا واستمرت إلى حد الآن.